كي داز الاطوار ديال هذه المحاكمه هذه الجلسه اليوم على العموم حضر الدفاع ديال المتهم كيف الله من مختلف المدن دار البيضاء الرباط مكناس بطبيعه الحال الى ان نفاجئ بان الملف رغم جاهزيته من طرف الدفاع من طرف المتهم بطبيعه الحال حنا كنا عاقدين الامل على ان الجلسه تكون هي نهايه المعاناه ديال المتهم فاذا بنفاجئ بتاخير الملف لاسباب اداريه بحته رغم ان الدستور المغربي المواثيق الدوليه كلها تعطي المتهم الحق في المحاكمه هذا حق مكفول قانونا ودستورا وطنيا ودوليا وهذا الملف ابى الساهرون عليه الا ان يشكل استثناء في جميع المراحل ديالو واليوم تتاخر لمده شهر ونيف لاسباب اداريه لا علاقه لها لا بالملف المعروض الان على القضاء ولا بالدفاع ولا باي طرف من اطراف ديال الدعوه الرئيسيه. سمعنا في اطوار ديال المحكمه ان كاين واحد القضيه بحال هذه القضيه اللي راه معروض على القضاء الان تحكم فيها المتهم ب عامين موقوفه التنفيذ ورغم انه محاكم بنفس التهم اللي كان محاكم بها هذا المتهم هذا وهي تهم مثلا اللي سمعتوا نتوما كاملين لهذا المتهم هذا كان متابع في حاله الصلاح في حين ان هذا المتهم اللي الان في هذه المحاكمه متابع في حاله اعتقال لازيد من 8 اشهر شنو التعليق ديالكم؟ صحيح هذا الحكم اللي شرحتوا لي الان واللي تمسك به الدفاع هو اللي تيجسد الاصل لان الاصل هو البراءه فبالتالي لا المحاكمه ولا حتى العقوبه خصها تجنح ما امكن الى تمتيع المتهم بالصراحه فلا يقبل انه الان هذا المتهم يقضي اكثر من 8 اشهر والتهمه ما زالت في مراحل الاولى ما زالت القضيه في المراحل الاولى ديال البحث والتحقيق والمحاكمه وبالتالي فعلا هذا الملف اللي شرحتوا ليه هو كان ملف مماثل ودينا فيه الجاني بإضرام النار ليس فقط محاولة لكن إضرام النار وكان متمتعا بالصراحة وحضر الجلسة في حالة الصراحة والحكم أيضا العقوبة كانت موقوفة في التنفيذ فهذا يتماشى مع المبدأ الأصيل اللي هو الأصل والبراءة واللي خص هذا الملف يمشي في نفس الاتجاه ديال الملفات الرائجة العادية وندع يجب الان الاوان ان ندع الحسابات الاخرى التي تحوم حول هذا الملف جانبا وياخذ الملف مساره الطبيعي كغير الملف. شكرا.